فهو
مشاهد الإحسان الكبرى وموقف من مواقفه العظمى. وإن المؤمن لا يمتد إحسانه إلى غيره ويعم من سواه، فإذا استجمع خلال الإحسان إلى النفس دأب على ترويضها على الإحسان إلى المخلوقين في أبواب من الإحسان مشرعة لا منتهى لها، كبذل الندى وبسط الوجه وصنع المعروف وإغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروه والتفريج عن المهموم وسد الخلات وقضاء الحاجات وإطعام أهل المسغبة وكفالة الأيتام والسعي على الأرامل وتزويج الأيامى وعيادة المرضى وتعليم الجاهل وإرشاد الضال وغير ذلك مما لا يحصر. أيها المسلمون، وإن من مشاهد الإحسان التي هي ذكرى للعالمين